هلا والله شباب، شو اخباركم؟ وش مسويين؟ وياكم اخوكم احمد الشيط. وياي اكيد الانسان الفنان الوقور سباركلابتك. احلى لحيف في المانيا. بعد المانيا كمل جيمز كوم خلاص. ونتكلم اليوم عن اساسن كريد يونيتي. ناس واجه يبون نتكلم عن اللعبه. انا من عشاق اساسن كريد، لعبتها من اول واحده لحد الحين. ما حبيت اخر واحده، مو لانها ليش بس بلاك فلاج، يعني ما حبيت ان مو احنا يعني انه مو لازم البطل. اوكي يعني وما احب المعارك النيفل، مع انه هذا كان شيء كثير حبوه الناس. يعني المعارك النيفل انت ما حبيت فكره النيفل؟ انا ما احب معارك دبابات هاي. تعطيني مسدس اطلق اوكي، تعطيني ان طعن وهالاشياء اوكي، تعطيني سفن لا يعني ما كان عندك انت مانا باساسن كريد 3 انه يكون في عندك سفن كجزء من اللعبه، بس مش انه تكون لعبه حول السفن وحول فهمت عليك. فمللتني اللعبه يعني. اوكي الشيء الحلو كان فيها انه يغنون في البحر وتحس انه جو قراصنه. فعلا هني عندنا بطلنا الجديد أرنو ويا الثلاثة أساسنز. وهالمرة بفرنسا صار. في فرنسا. ليش في فرنسا؟ لأن. ليش بفرنسا؟ لأن عندنا الثورة الفرنسية. هاي الأحداث تصير بعد الثورة الفرنسية، بعد ما خلنا نقول طيحتوا الحكم وكل شيء، بس لحد حين الظلم موجود. فأرنو ويا جماعة الأساسن حتى التمبلر قاعدين يحاولون ان خلينا نقول يساعدون المدينه ويحاولون ان ينتصرون على الشر. يعني انت عم تقول فيك تلعب بالتمبلرز بالاساسنز بهي اليونيتي؟ ما راح نقدر نلعب بالتمبلرز. التمبلرز راح تكون عندهم بالروغ. لعبه روغ. اللعبه الخاصه على بلاي ستيشن 3 وعلى الاكس بوكس 360. اوكي على لعبه خلينا نقول يونيتي اللي راح تكون بس نيكست جينيريشن بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 وحتى البي سي، راح نقدر بس نحرك ارنو. وإذا لعبنا المالتي بلاير اللي راح نتكلم عنه بعد شوي، المالتي بلاير راح كل شخص يحرك أرنو، بس إذا أنت في جيم بلاي مالك راح تشوف أرنو بس بشكل غير. بشكل غير أكيد، لأنه راح تضيع بينك وبين شخص ثاني. وشيء اللي بعد راح تشوفه، لأن غير أن أرنو شكله غير، راح يلبس الدرع والأشياء اللي أنت عندك إياها. سوري على الاصوات، بس احنا قاعدين نسوي رندر من الفندق، عم رندر وعم طلع المقاطع بنفس الوقت، ما بيأثر يعني الموضوع. طب السؤال هو هلا عم بصير هاي الاساس كريد بفرنسا، البطل هلا مين هو البطل اللي عم ارنو؟ صحيح، بس كيف كيف عم يربطوها بقصص اساس كريد قبل؟ يربطونها لان الحين فيها بسيرجو، الحين في الشركه، الحين في خلينا نقول الحياه او الوقت الحالي. عندنا اساسنز وعندنا تمبلرز. عندنا بسيرجو اللي هم التمبلرز، وعندنا اساسنز اللي هم مثل العاده مثل ما تعودنا يعني، والشباب كلهم. اللي راح يصير ان انت اللي راح تكون اللاعب، وانت اللي راح هاي يعني مو تحرك لاعب، اللي هو انت وداخل لاعب وهاي شوه هذا الانسبشن، هذا اللاعب لاعب داخل لاعب يلعب هاي. لا 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 انت لاعب وكل شيء راح يحاولون يكسرون الحائط مثل ما يقولون في الفن فورث وول، يحاولون ان يدمرونه، فانت اللي راح تكون الشخصيه الرئيسيه في اللعبه. في الوقت الحالي كثير منيح في عالم اساسنز او في عالم خلينا نقول فرنسا والثوره وهي راح تحرك انا. الجرافيكس احلى بكثير على فكره، عم بتطلع انا على الانيميشن تاع الركض الباركور كيف بيطلع على البنايات، فعلا حاسين اكثر بكثير بالاساس كريد اللي قبل. انا رجعت لعبتها مرتين. اوكي لا لان اللعبه حمستني اني العب اساسن كريد مره ثانيه. والشيء الحلو لان المهمات التعاونيه الكوب راح تكون اما لاعبين ثلاثه او اربع لاعبين، تقدر تلعب مع ربعك، تسابقون، تسوون اشياء، مهارات، تسوون كل هاي الاشياء. انا حبيت الولف باك اللي كان في اساسن كريد 3. ولكن الشيء اللي ضايقني، لان في مقابلتنا اذا شفتوا المقابله يقول لنا لحد الحين ما بيتكلمون عن المالتي بلاير، واحتمال انه ما في مالتي بلاير. كيف احتمال ما في مالتي بلاير؟ المالتي بلاير البي في بي، يعني بي في بي. اوكي راح يكون موجود الكواب، مهمات تعاونيه وراح يركزون عليها. هاي اللعبه كلها اعتقد راح تكون كواب، بس مؤسف يعني. حلو يكون كيف مثلا كنا عم نحكي بداينج لايت او بواتش دوجز، بتكونوا انتم عم تلعبوا بفوت لحد يكون اساسن، يكون اساسن موجود هنيك، بتكون تلحقوا بعض، يخرب عليكم، بتكون تلحقوا بعض وتشوفوا يمكن هو يعمل لكم اساسنيشن او العكس صحيح. في معقول تكون انترستنج يعني. كان هاي الشيء موجود في 3 و2 وكل شيء وناجح. ليه خلينا نقول فانز في كل العالم، بس المشكله صارت انه بنوا اللعبه من جديد، محرك جديد صح،
حتى الاعضاء اللي يشتغلون عليه كانوا يشتغلون على العاب ثانيه، كانوا يشتغلون على سبلنتر سيل، يشتغلون على فار كراي، سوينا وياهم مقابلات من قبل، وهاي السنه اشتغلوا على هاي اللعبه. بالاحرى مو هاي السنه، صار لهم 3 سنوات يشتغلون على هاي اللعبه. صار عليها صحيح. ف3 سنوات عشان يعطونكم لعبه، مثل ما تشوفون في جلتش شوي. اليوم لعبت البلد اللي كان عندنا حق جيمز كوم، كان شويه في جلتشات، بس قالوا ان راح يعدلونهم. بس من اعطيكم خلينا نقول 100% ضمان ان اذا انت من عشاق اساسن كريد اللعبه ما راح تخيب ظنك. اذا كنت ما تحب اساسن كريد يا حبيبي اللعبه بالعربي ولعبه كبيره. بس ما بعتقد الناس اللي ما بحبوا اساسن كريد ما بحبوها لانه منا عربي. لا لا لا، انا اقول لهم ان اللعبه بالعربي بتفهم القصه كامل اذا كان في مشكله فهم القصه او ما بيقدر غير هاي راح تاخذ معلومات احسن من مدرسينك في المدرسه. مع احترامي للمدرسين، الوالدة عندي مدرسة كانت، بس فعلا فرجوك مواقف واحداث بالتاريخ فعلا صارت. يعني صحيح انه يمكن مش بالطريقة اللي انتم عم تلعبوها، بس الشخصيات كانت موجودة بكتب التاريخ، الاحداث اللي عم بتصير حولها، الاحداث اللي عم بتدور حول اللعبة، كلهم صاروا بالتاريخ وكلهم مقتبسة من احداث واقعية صارت. وغير هاي اللعبة يعني فيها شيء جريف. أنا اللي بيدهشني بصراحة، أنا بعتذر عن بعطك، بيدهشني الهندسة بالأكتر شيء بألعاب أساسن كريد كلها. يتقر بيدهشني شلون بنايات؟ الهندسة تاعت البنايات عظيمة. مش ما تشوف شلون يدخل من بيت لبيت. إيه يعني ما في لودينج، ما في شيء، يعني أوبن وورلد فعلا. عم كل بلد يمكن أنت تكونوا فيه أو كل مدينة عاملين لكم إياها أوبن. واو فعلا فعلا شيء مبهر. انا عاجبني الثوب او ملابس الاساسن الجديد، ابي اسوي الكوسبلاي ماله. شفنا كوسبلاير واحد يشبه، انت تتذكر سالفه الكوسبلاي مال اساسن كريد وياك؟ جبت كوسبلاي تركته عندي في البيت كثير. بس انتبهت انا هون مثلا عم نحكي على ثيابه، ثيابه هون اقل شكل اساسن، اكثر كانه لابس روب. قبل كان وقت يكون لابس الاساسن بتعرفه دغري انه اساسن الابيض الالوان تاعوله، هون كانه روب بعد شوي ومخبى هو. تقدر تغير الثياب، تقدر أكيد تغير الأشياء. وكل شيء تلبسه هالمرة راح يغير من طريقة حركتك، يغير من طريقة اللعبة، يغير على الاجيليتي، يغير على الستيلث وكل شيء. عندنا لأول مرة تضغط على الـ R2 علشان تسوي تدخل في مود الستيلث. إذا دخلت في مود الستيلث راح يمشي على العدال، يمشي على بط، وتقدر إنك تختفي بين هاي. في اشياء تخليك انك تساعدك على الاختفاء، في اشياء تساعدك على الحركه بسرعه، في اشياء تساعدك علشان تركز وانت تهاجم. وبعد في كمان هون كمان فيك تختفي، تخبوا بين الناس، تختفوا من الجنود اللي حولكم اذا بدكم. وبعد اكيد فرجونا هلا من شوي كيف شك بقلب كمشة قش. هيدي كلاسيك اساسن كريد ولا ممكن يقيموها، لانه اذا بتطلعوا قش بقلب كنيسه شوي غريبه، بس اساسن كريد لازم يكون في قش حتى ينط فيها يعني. علشان تتذكر وتبتعد وتختفي وكل شيء. عندنا بعد ليب اوف فيث لحين موجوده، نفس اللي شفناها قبل شوي. بعدنا بنسمع صوت النسر وقت ينط بينزل. اوكي، وشفنا شلون تقتل الاحر والدخله وياك، ولحين عندنا خدعه راسك. شوف يا حبيبي انا وهذا ماشي، يعني هيدا مثل ما بقول بالانجليزي باد اس هيدا يعني. شوف شلون قاعد يمشي على العدل. هاي اللي يوم نزل شوي كراوتشنج، هاي العمليه علشان تختفي، علشان وبيتخبى وما كانه في شيء وما حدا شايف. فعلا اساسا يعني عم بيلعبه. احسن شيء شفته في يوم لعبت اللعبه كان اللي هو تنزل سلايد تزحلق وتضرب واحد في رجله، والثاني يبي يضغط او يضرب عليك بالمسدس او باي شيء. شوف شلون قتله، شوف اساسينيشن غير يا حبيبي. مجرم صحيح، بطل لعبه بس مجرم يا ويلي. تخيل 4 عم بيعملوا هيك، يعملون هيك الـ4 عن جد. اذا بيشتغلوا مع بعض، بينسقوا مع بعض، فيهم يعملوا مجازر يعني. وملاحظه، المهمات فرعيه حق الكوب، وغير ان المهمات فرعيه اذا مسكوكم في اللعبه او اي شيء ما راح تخترب عليكم اللعبه او انه يقولون لك يعيدونك من البدايه. لا، شنو راح يصير اذا مسكوكم او صادوكم؟ راح تقل الجائزه النهائيه، فالاشياء اللي تحصلها من ملابس، من فلوس، اكس بي، اشياء، كل شيء راح يقل. هيك هو بساعتها بشجعوكم ما تنلقطوا لحتى تاخذوا اكثر جائزه. حلوه كثير هيدي، هيدي جديده كحركه. هاي حركه جديده، وغير انها حركه جديده تقدر تقتل فيها احد.
بتنزلوا بتضربوا بعد الطلاق بتشكوا اوكي واو اوكي لانه ينزل عليه ويصيده في رجله بعدين يطعنه واو يعني فعلا شوف حتى هلا من شوي شفنا الاضاءه كيف كانت الشمس عليه كيف جاي فات على المبنى فعلا مثل ما كان بقول احمد محبي اساس سكريد رح يلاقوا اسباب اكثر بكثير ليضلوا عم بحبوها للعبه يعني للعبة روغ اعتقد ان بعد راح تعجبكم في هاي اللعبة التامبلرز الثانية تشوف شلون فيها اسرار واشياء تخليك تحك راسك وانت تلعب اللعبة التامبلر هني عندنا مزة وحطوها وكل بنقرب في بعدين انه يوبيسوفت تحبون البنات ويوبيسوفت هاي من عقب اي 3 كان يوبيسوفت يكرهون البنات وهاي بعدين الا يوبيسوفت تحبون البنات وعطونا هاي صح فراح يكون لانه لاف انترست او معشوقه او عشيقه او حبيبه او هاي ف بس هذه روغ هذه مش يونيتي لا في يونيتي يونيتي كمان اي وهي تمبلر اوه ف حيصير في علاقه بينه وبين تمبلر روميو وجولييت يعني روميو وجولييت اوكي كثير منيح وفرنسي اخر شيء الثياب اللي انت تكلمت عنهم لانه فرنسي فالفرنسي يزعم اكيد نشوف الوان الفرنسي وموضه وكل شيء فعلا فعلا وهي كان اساسي في يونيتي توقعوا لها لعبة الاتحاد يونايت اكيد يعني توقعوا لها لعبة محبي العاب اساس سكريد رح ينبسطوا كثير فيها احمد انت جربتها خلال اي 3 وجيمز كوم وبتبشرنا انه هاي اللعبة لازم يكونوا متوقعينها انصحكم اللي تجربونها جود شوفوا فيديو ثاني مع السلامة وهي جيمر سالوت من نلقى لكم